سوق الساغة بدمشق. سنتكلم بنبذة تاريخية عن قيصرية الصياغ. كانت قيصرية الصياغ موجودة جنوب النحاسين والجامع الأموي عند زاوية التقاء سوق القواقبية والقوافين، وتعرف الصاغة أيضا باسم خان الصاغة أو الصاغة أو الصاغة الجديدة، والمنطقة اسمها قيصرية الصاغة. هنا عند البناء الجملوني الظاهر بالصورة قبل إزالته لاحقا، كانت الصاغة موجودة والمعروفة بصاغة الشام، وتعرف أيضا بقيصرية الصياغ. اكتملت عمارتها في العهد الأيوبي في سنة 1234 للميلاد، ونقلت إليها الصاغة العتيقة التي كانت عند الحدادين في سوق اللولو. بس فين هذا سوق اللولو؟ ما بعرف. ثم احترقت الصاغة في العهد المملوكي سنة 800 هجرية، وأعيد بناؤها في سنة 816 للهجرة، أي 1413 للميلاد، وسكن في بعضها تجار الصاغة، وفي الباقي العبريون اليهود سكنوا فيها. ثم عادت واحترقت عند حريق الجامع الأموي في سنة 884 هجرية، فأعيد إعمارها في مستهل رجب 887 هجرية. وفي زمن النعيمي المتوفي في سنة 927 هجرية جددت القيصرية، وسكن بها الصياغ وتجار الذهب والجواهر. نعم، وهذا هو سوق الصاغة، ويقع داخل أسوار مدينة دمشق القديمة في الزاوية الجنوبية الغربية للجامع الأموي مباشرة، ويحده من الشمال كما هو واضح سوق القباقبية العريق ومتاخم لسوق الحميدية، ومقابلا لباب الزيادة أحد أبواب الجامع الأموي الجنوبي، نصفه مكشوف والنصف الآخر مغطى، تشغل محلاته بيع الذعب والمجوهرات والتحف الشرقية. ويحده من جهة الشرق زقاق الحمراوي ومكان قصر الخضراء، قصر معاوية بن أبي سفيان، والبيوت الدمشقية العربية القديمة. ويحده من الغرب سوق القوافين القديم كما كانت تسميته بالماضي، والقواف هو بائع أصناف النعال والأحذية التقليدية. ويحده من الجنوب خان السفرجلاني وسوق السلاح والحريقة وسوق البزورية ضمن سوق الصاغة القديم. وكان الصياغ فيما مضى في سنة 459 للهجرة ينتشرون حول السوق وعلى المصاطب المحيطة به لغرض بيع منتجاتهم الذهبية والفضية والحلي المرصعة والجواهر الثمينة. وكانت الزاوية الجنوبية الشرقية للسوق هي مكان الفرن الصغير لصهر المعادن، وكانوا يقومون بأعمال يدوية مثل صناعة القلائد والأساور والأطواق الذهبية. وهذا هو سوق الذهب والفضة في مدينة دمشق بريشة فنان أوروبي زار السوق خلال القرن التاسع عشر، ولعل هذا الرسم كان في سوق الصاغة القديم الذي احترق في عام 1960 أو في موضع آخر قريب ضمن هذه المنطقة من الأسواق، إذ لم يرد في المصادر التاريخية موقعا لسوق الصاغة يبعد كثيرا عن موقع الحالي المعروف في سوق القوافين. والطريف في هذه اللوحة عملية مفاصلة بين البائع الجالس في الطرف الأيسر وهو يشير للمشتري قبالته بثلاث أصابع، وهي تشير إليه بإصبعين كأنه يقول لها بثلاث دنانير فتجيبه بدينارين.
وهنا مكان قيصرية التجار، كانت قائمة عند باب الجامع الأموي الجنوبي، يعني عند باب الزيادة بسوق القوافين والصاغة القديمة. وقد جددت هذه القيصرية في عام 785 هجرية، يعني الموافق 1383 للميلاد، كما هو وارد في تاريخ ابن قاضي شهبة والشيخ الدمشقي تقي الدين في الجزء الثاني. وهذه هي الصاغة العتيقة، وقد ورد ذكرها بالمراجع والمصادر التاريخية أنها كانت في سوق اللؤلؤ عند الحدادين، وفيها كانت مدرسة الطب المعروفة بالدخوارية بدرب العميد قرب قصر الخضراء. وذكر ابن كثير أنها كانت تعرف بسوق الملوك. وكانت الصاغة تنقسم إلى قسمين، الصاغة البرانية يعمل فيها الخواتم والأساور وغير ذلك مما يباع، ولم يحدد ابن عبد الهادي ابن المبرد موقعها، وقال وبها مسجد اللؤلؤ، وتضم 73 محلا للبيع والصياغة. والصاغة الجوانية يباع فيها اللؤلؤ والجواهر ونحو ذلك، وحددها ابن عبد الهادي في هذا الموقع. نعم، والصاغة كانت متاخمة لقصر الخضراء، وقصر الخضراء هو قصر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، أقامه في موضع الصاغة القديمة عند الجدار الجنوبي للجامع الأموي، هدمه العباسيون عند احتلالهم لدمشق في عام 132 للهجرة، وأقاموا في موضعه صباط الصفارين. وتذكر المصادر التاريخية أن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية طبعا قد بنى قصرا له في هذه المنطقة اسماه قصر الخضراء، وحكم العالم الإسلامي من خلال ذلك القصر المندرس حاليا جراء حريق التهم القصر عندما وقعت حرب بجوار الأموي وضربت فيها بيوت مجاورة للجامعة، فقد ألقى الجنود العبيديون الفاطميون النار في مقر قصر الخضراء في عام 461 هجرية الموافق 1068 للميلاد انتقاما من معاوية، فاحترقت وامتدت ألسنة النار إلى الأموي نفسه فاحترق وقضت على محاسن الخضراء والأموي معا، الله لا يعطي ونعافي. ونظرا لأهمية القصر التاريخية فقد بدأت المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء التنقيبات الأثرية للبحث عن هذا القصر المفقود. كان يظن أن حفريات سوق الصاغة ستلقي الضوء على الفترة الأموية، ولكن لم يحصل مع الأسف، والتنقيب وصل إلى الأرض الحرة ولم يصل إلى شيء. وهذا هو سوق الصاغة في ثلاثينات القرن العشرين. ومرجعا إلى هذه الصورة الفوتوغرافية الوثائقية الهامة التي التقطت في أربعينات القرن العشرين من الجو، نشاهد في أعلى الصورة جمالونات وبيت الصلاة وقبة ومآذن الجامع الأموي الكبير، وفي أقصى اليمين حي الحمراوي وبجانبه سوق الصاغة، وإلى الجنوب خان السفر جلاني وخان الحرير، وكذلك بعض قباب خانات دمشق والأسواق المجاورة للمنطقة. أذكر أنا شخصيا عماد الأرمشي أنه في يوم السبت الثالث من شهر أيلول سبتمبر 1960 شاهدت بأم عيني كتلة من النيران المشتعلة في سماء دمشق عند الجامع الأموي بعد صلاة العشاءين، يعني بعد الساعة الثامنة مساء، في أيام معرض دمشق الدولي وفي دورة السابعة أيام الوحدة بين مصر وسوريا. وعلمنا في اليوم الثاني أن سوق الصاغة قد احترق وليس الجامع الأموي كما قالوا يوم أمس السبت، وبعد جهد جهيد استطاعت إطفائية دمشق السيطرة على الحريق صباح يوم الأحد، وقالوا وقتها إن الحريق كان متعمدا. لم أدرك هذه العبارة في وقتها لصغر سني، يعني كان عمري 9 سنين،
وتمكنت سيارات الإسعاف من الدخول إلى تلك المنطقة الكثيفة بالعمران وخاصة حول الجامع الأموي وإطفاء النار حولها بها. وتم فيما بعد بناء سوق جديد للصاغة بالمنطقة الشرقية لسوق الحريقة نفسه. أنا اشتريت بضعا من الذهب عندما تزوجت في عام 1984، اشتريت منه ذهب، ولكنه لم يصل إلى مكانة السوق القديم والمشهور لدى سياح العالم أجمع بدون مبالغة. وهذا منظر علوي لسوق الصاغة بعد الحريق. بعد الحريق مباشرة تشكلت بعثة وطنية سموها سوق الصاغة بإدارة الدكتور نسيب صليبي، وباشرت أعمالها في الجانب الشرقي ضمن مساحة قدرها حوالي 20 مترا وبطول 9 أمتار. تركزت الأعمال الأولية بفك المصاطب الواقعة ضمن المساحة المذكورة، فظهرت أساسات مغموسة بالحجارة الكلسية القاسية إضافة إلى أحجار بازلتية وبعض الفقرات من الأعمدة الجرانيتية بلون الرمادي ورحى طواحين بازلتية مستديرة الشكل وأقنية مائية. وفي العام نفسه اكتشفت البعثة منها الماء، أطلقوا عليه معبد الحوريات الماء، يتألف من 4 فتحات عرض كل منها حوالي 590 سنتيمتر، عثر بداخلها على أنابيب وما زالت أماكنها قائمة. أقول هنا بالنهاية، كل من زار دمشق القديمة لابد له أن زار سوق الصاغة وسوق بيع الذهب، وهو الاسم الذي يطلق على المحلات التي تبيع الذهب والتي تقع بين سوق البزورية والجامع الأموي. وبمجرد مرورك في السوق ستعجبك أشكال القطع الذهبية مثل المباريم والكسر وأساور الجدل والجنازير والمخمسة وغيرها من القطع التي تزين واجهات المحلات، حيث يعتبر الذهب الذي يصنعه الحرفيون الدمشقيون من أجود أنواع الذهب وأفضله في المنطقة وبدون غش. هذا الله أعلم، هلا شو صار ما بعرف. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فرجاء ابدأ الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.